فولكس واجن تودع طراز جولف الشهير. ابتكار أخف طلاء في العالم. إعادة إحياء أول سيارة كسرت حاجز الصوت قبل 100 عام. تويوتا تحتفل ببيع 10 ملايين سيارة من طراز ياريس. شركة تويوتا اليابانية تحتفل بإنجاز تاريخي متمثل في بيع 10 ملايين سيارة من طراز ياريس منذ طرح الموديل في الأسواق قبل ربع قرن. سيارة ياريس أصبحت سادس موديل من تويوتا تتجاوز مبيعاتها 10 ملايين سيارة في العالم. وكان موديل ياريس حصد جائزة سيارة العام الأوروبية في عام 2000 واحتفظت بشعبيتها في السوق الأوروبية على مدار الأعوام الماضية. إعادة إحياء أول سيارة كسرت حاجز الصوت قبل 100 عام. وفي عام 1927 تمكنت سيارة دسلاج من تجاوز سرعة 320 كيلومتر في الساعة لتصبح أول سيارة تكسر حاجز الصوت وتكون الأسرع في العالم. ومع اقتراب الذكرى 100 على هذا الحدث الفريد، أعلن المتحف الوطني للسيارات في إنجلترا أنه يتطلع إلى جمع الأموال لإعادة بناء السيارة مجدداً وتشغيلها للاحتفال بهذه الذكرى التاريخية في صناعة السيارات. ويعمل المتحف الوطني على جمع أكثر من 350 ألف دولار لإعادة تجديد السيارة بأكملها لتتمكن من السير مجدداً، بالإضافة إلى أخذ السيارة في جولة دعائية بالمملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة. دسلاج تميزت بحصولها على محركين مأخوذين من طائرة، حيث يولد المحرك الواحد قوة 430 حصان مع تصميم خارجي ديناميكي لتنجح في الوصول إلى سرعة 320 كيلومتر في الساعة خلال عشرينيات القرن الماضي. قريباً سيارة دفع رباعي على سطح القمر. شركة ناشئة تدعى أسترولاب توقع اتفاقية مع شركة الفضاء الخاصة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك لحجز مكان لسيارة دفع رباعي من أجل إطلاقها على القمر في منتصف 2026. وتبني هذه الشركة مركبة تأمل أن تحمل في يوم من الأيام المعدات والإمدادات والأشخاص عبر سطح القمر. وتعد العربة الجوال المرنة للخدمات اللوجستية والاستكشاف فليكس بحجم سيارة جي براغنر رباعية الدفع، مما يجعلها أكبر قليلاً من المركبة التابعة لناسا على المريخ. وتتميز المركبة بذراع آلية للمساعدة في نقل البضائع، ويمكنها السفر بسرعة تصل إلى 15 ميلاً في الساعة، كما يمكنها حمل ما يصل إلى 2 من رواد الفضاء. ابتكار أخف طلاء في العالم. باحثون يطورون في المختبر طلاءً جديداً موفراً للطاقة، يقاوم الحرارة ويأتي بأي لون ويستمر لقرون، كما يوصف بأنه أخف طلاء تم إنشاؤه حتى الآن وفق موقع ساينس أليرت. وكشف أن هذا الطلاء مستوحى من أجنحة الفراشة وغير مصنوع من الصباغ، ويتم إنشاء اللون هيكلياً من خلال ترتيب جسيمات النينو، ويطلق عليه اسم الطلاء البلازموني. وبناء على حسابات الباحثين وتأكيدا على خفة الطلاء، فإن طلاء هيكل طائرة من طراز بوينغ لن يستغرق أكثر من 1.4 كيلو جرام من الطلاء البلازموني، بدلا من 450 كيلو جراما من الطلاء التقليدي. فولكس واجن تودع طراز جولف الشهير. رئيس شركة فولكس واجن توماس شايفر يرجح أن تكون النسخة الحالية من سيارة جولف هي آخر نسخة تعمل بمحرك احتراق داخلي مع تحول الأسواق نحو السيارات الكهربائية. وقال توماس شايفر في مقابلة صحفية إن الجيل الثامن من جولف سيحصل على ترقية أخرى في العام المقبل، من شأنها أن تبقيها جذابة في النصف الثاني من العقد. وطرحت جولف لأول مرة في عام 1974، وكانت واحدة من أكثر السيارات مبيعاً لأكثر شركة تصنيع للسيارات في أوروبا لسنوات.